عندي قيمة لولا هالخيدمة، وانطاني رفعة حب ابو اليمة. من انا صغير كنت اجي زيارة ويا ابويا واشوف الخدام، كنت اتمنى ان اكون احد خدمة الامام الحسين عليه السلام. والحمد لله والشكر الله وفقني وتحقق حلمي وصرت خادم الامام الحسين واخدم زواره. الحمد لله والشكر على هذه النعمه الفضيله. اضيعت اذا بابك نسيت حبيبي علي، احلفك يا ابو اليمه خاطر رقيه، اريد بخدمتك اظل البيت.